هنحفظ مع بعض النهاردة إن شاء الله بداية الجزء الرابع في سورة آل عمران. إحنا بنحفظها وبنثبتها مع بعض. هنفتح مصحفنا على بداية الجزء الرابع ربع كل الطعام ونحفظ مع بعض. هتقرأ معايا وتسمع معايا، وبعد ما نثبتها نسمعها مع بعض مباشر إن شاء الله. صوت عالي وتركيز. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. 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 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نحفظ الجديد كويس ونجيب من أول السورة ونسمعه في مجموعة التليجرام وهنسمع مع بعض ده مباشر وهنقرأ الجديد اللي بعده بإذن الله. أسأل الله أن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم وأن يثبته في صدوركم. ما تكسلوش من حالات التجويد مهمة جدا. وقول لغيرك ده خير كبير اتعلمه وعلمه لغيرك. والسلام عليكم.